الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف ذات مكانة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل على تعزيز الوعي الديني في المجتمع وتطوير المساجد والمراكز القرآنية والفتوى الشرعية والحج والعمرة والتنمية الوقفية. وتكرس الهيئة جهودها لتوفير منصات ذكية تسهم في إسعاد المجتمع بطرق مبتكرة متيحة أمامهم إمكانية الاستفادة من جميع خدماتها عبر منصة واحدة باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام مختلف الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. خدمات الهيئة: يتيح التطبيق الذكي الجديد الذي نوفره عبر جميع أنظمة التشغيل المتحركة طيفاً واسعاً من الخدمات التي تدعم جهودنا الرامية إلى تنمية الوعي الديني ونشر الثقافة الإسلامية وغرس قيم الاعتدال والتسامح والتكاتف في المجتمع. خدمات الإفتاء: عبر خدمة الفتاوى الإلكترونية المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأردو، نوفر لكم مجموعة من أبرز العلماء المؤهلين في علوم الدين الإسلامي للإجابة على جميع استفساراتكم الشرعية، حيث يمكنكم الحصول على الخدمة من خلال الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالهيئة أو الموقع الإلكتروني أو إرسال رسالة نصية قصيرة عبر التطبيق مباشرة. خدمات المساجد: بفضل خدمة التذكير بمواقيت الصلاة، أصبح بإمكانكم تنظيم أوقاتكم دون تفويت أي من الصلوات الخمس، كما يمكنكم الاستفادة من خدمة أقرب مسجد باستخدام الخرائط التفاعلية. وللراغبين في المساهمة ببناء مسجد، فيمكنهم التقدم بطلب بناء مسجد من خلال التطبيق أيضاً. كما يتم نشر المحاضرات الدينية ودروس المساجد، بالإضافة إلى توفر تنبيه خاص بأذكار الصباح والمساء. خطب الجمعة: يمكنكم الاطلاع على خطب الجمعة الأسبوعية وأرشيف الخطب باللغات العربية والإنجليزية والأردو في أي وقت تشاءون، كما نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم لإثراء خطب الجمعة القادمة. خدمات الحج والعمرة: تشمل خدمات الحج والعمرة باقة متميزة من الخدمات في التطبيق الجديد، حيث يوفر لكم قائمة بأهم حملات الحج والعمرة المعتمدة في الدولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لإدراج أصحاب الحملات الجديدة والتواصل مع مكتب شؤون حجاج الإمارات والاطلاع على كيفية أداء مناسك الحج والعمرة. خدمات الوقف: إن كنتم ترغبون في مد يد المساعدة إلى المحتاجين ورد الجميل للمجتمع، يمكنكم الاطلاع على خدمات الوقف، ومنها خدمة التبرع الذكي باستخدام أجهزتكم الذكية المحمولة أو عبر خدماتنا الإلكترونية على موقع الهيئة. خدمات مراكز تحفيظ القرآن: تحقيقاً لهدفنا في تشجيع الأجيال الشابة على قراءة القرآن الكريم وحفظه، قمنا بإدراج قائمة بالمراكز والمعاهد الدينية المعنية بتحفيظ القرآن، متيحين إمكانية التقديم للالتحاق بأحدها بشكل مباشر عبر التطبيق. ضيوف رمضان: يمكنكم خلال شهر رمضان الكريم الاستفادة من تطبيق الهيئة الجديد في الاطلاع على البرامج الرمضانية اليومية والمحاضرات المسائية والمجالس الدينية التي تقام في جميع أنحاء الدولة. المركز الإعلامي: يعمل المركز الإعلامي على إبقائكم مطلعين على آخر الأخبار والفعاليات التي تغطيها الهيئة، موفراً لكم أرشيفاً غنياً لكل ما تم نشره سابقاً. من خلال تسخير أحدث التقنيات، تسعى الهيئة لدعم الحكومة الذكية والقيام بدورها في نشر مبادئ الإسلام التي تقوم على الاعتدال والتسامح، وذلك عبر إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في نشاطاتها وتقديم أفضل الخدمات لهم.